بص، هي دي المود بورد عامة، يعني هي بتتكلم كلها عن السياحة، فحاسس ان اوكي. احنا نزود حاجة ولا ده لا تمام؟ تمام قوي، بس وريني تانية كده. بص، في برضو دي في... شوفي ربنا جابني بدري عشان اشوف الكارثة واكتشف كذبك. اللي انت بتعمليه ده، قولي لنفسك بتكتبي عليا وتقولي هايدي محتاجاني في مشروع التخرج ولازم اروح لها النادي، يا كذابة. ده انور صاحب هايدي، وانا كنت قاعدة بفرجه الصور وهو بيساعدها هو كمان في مشروع التخرج، وهي راحت التويلت وراجعة، ايه الافورة دي؟ احترمي نفسك. ازيك يا طنط، عاملة ايه؟ اهلا يا هايدي، ازيك؟ انا الحمد لله كويسة. معلش يا طنط، تعبتك وتعبت اروى كمان معايا. لا مفيش مشكلة، انا فرجت انور على الصور كلها وبعتها لك. ميرسي يا اروى بجد، على اذنكم. اتفضلي. صدقتي؟ انتي بتعملي ايه؟ بصورهم عشان ابعتها لمامتها. لا انا مش مصدقاكي، وجري قدامي هجيب الشنطه. ماما معلش. روحي يا اروى روحي. ساكته ليه؟ مش عايزه اتكلم. ليه؟ صدقيني انا غلطانه ان انا سبتك تنزلي. يعني انت تخشي وتشديني من شعري وتعملي اللي انت عملتيه ده قدام الناس، وبتطلعي تليفونك وعايزه تصوري البنت وتبعتيها لمامتها؟ ايه الاسلوب ده؟ ايوه عشان مامتها تعرف. مامتها تعرف ايه؟ ما هي مامتها عارفه ان انور صاحبها وعادي. وعادي؟ اه عادي يا ماما، انت اللي عندك حاجات كتير مش عادي. وبعدين هو انت بتربيني على ايه؟ على الوشايه؟ وشايه؟ هو انا لما ببقى خايفه عليها تبقى اسمها وشايه؟ انا اتمنى لو مامتها لو شافتك بتعملي حاجه غلط تعمل اللي انا عملته. ايوه يا حبيبتي، هو فين الغلط؟ البنت قاعده في النادي في مكان عام مع صاحبها، فين المشكله؟ انا ما بحبش الكلمه دي. ما تحبيهاش يا ماما، مش لازم وجهه نظرك هي اللي دايما تبقى صح. انا دايما وجهه نظري صح وانت مجرباها. فاكره لما علمتك تشربي شاي من غير سكر وقلت لك ما تخليش اللي يحكمك طعمه حلو ولا لا، خلي اللي يحكمك صحي ولا لا، وبعد كده اتعودتي ان انت تشربيه من غير سكر. هو ايه علاقه ده باللي احنا بنقوله اساسا؟ ليه علاقه طبعا، غيري وجهه نظرك وبصي الامور من زاويه ثانيه. انا مش انتي، وكفايه بقى كلام ملوش لازمه. انت قللت الادب ولما بطلتيش ايه هتعملي؟ ايه هتشديني من شعري تاني ولا هتعملي ايه؟ صدقي انك قللت الادب وانا مش عايزه اتكلم معاكي تاني. ولا انا. ليلى، هو انا ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ ينفع نتقابل بره؟ ليه يعني؟ انت عايزني في ايه بره السنتر؟ يعني احنا يا ليلى مش هينفع نتقابل غير في السنتر. احمد ربنا اصلا ان احنا نتقابل في السنتر. يوه، كنت على الضيق يا اخي، ليه كده؟ الو يوه. الو، انا زهقت من الراوتر ده. خالد، خالد. 1 2 3. نيلي انت بتعملي ايه؟ ماما قالت نسيبه دقيقه قبل ما نشغله تاني. حطي الفيشه بسرعه، مفيش وقت. في ايه؟ لو ماما كانت وصلت قبلك هتبقى مصيبه. خلصتي مذاكره؟ وانتي خشي خدي الشاور بتاعك بسرعه. سيبيني الحق اخلص الشوط التاني. يلا يا نيلي، والنبي مش عايزه مشاكل. يا بنتي سيبيها، ماما قدامها ساعه وتيجي. لسه قايلين ان هما جايين في السكه. انا بعت الاروى قايلين ان هما رايحين السوبر ماركت. هلا اخلص الشوط التاني براحتك. طب كده ها؟ عيب عليكي بقى. اتفرجي يا ستي، اهدي كده وغيري براحتك. انا بس لما لقيتك اتاخرتي قلت امن وراكي. كنت بقى تسيبوني اكمل تليفوني. جدع يا لولا، ربنا يخليكي ليا. يخليكي ليا. يا جماعه ما تقلقوش، طول ما ليلى موجوده انا صمام امان البيت. ماما جت. ايه على دماغك؟ النبي يا محمد تبعت لي الحاجه على طول، بلاش الساعتين والتلاته اللي بتتاخرهم دول. انا لولا ان انا ما لقيتش مكان قدام المحل كان زماني اشتريت حاجتي وخلصت. ماشي يلا يا سيدي، باي باي. انا داخله اوضتي. طب غيري عشان نتعشى. مش عايزه. انت ايه اللي منيمك هنا دي؟ نيلي. نيلي، نيلي. ايه؟ قومي يا حبيبتي، ايه اللي منيمك هنا؟ اصلا راحت عليا النوم عشان تعبت قوي. يا روح قلبي انا، قومي يلا عشان نتعشى. هاتي حاجتك، ما تسيبيش حاجتك على الكنبه. يا اروى ما تكبريش الموضوع بقى، قلت لك عادي بجد مش زعلانه. والله يا بنتي انا ما عارفه اقول لك ايه. بطلي هبل. هكلمك تاني. باي. ما جوعتيش؟ مش جعانه. هتنامي من غير عشاء يعني؟ هباكل قبل ما انام. شكرا. تصبحي على خير. سي من اهل.
انتي صح، ما كانش المفروض اصور، كان لازم اكلم امها على طول، ما كانش قصدي اضايقك. خلاص يا ماما الموضوع خلص. ما انا عارفه انه خلص، انا بس حبيت اوضح لك. هو انتي ما تعرفيش تقولي انا اسفه ابدا؟ انا غلطانه؟ ما تحترمي نفسك، انا عمري ما غلطت، انا بس جايه انكشك عشان افتح نفسك على الاكل. ماشي يا ماما. تزعليش، مش زعلانة. انت عارفه ان انا ماليش غيرك انت واخواتك، وانت الوحيده فيهم اللي تشبهيني. يا سلام، انت بتقولي لكل واحده فينا كده يا نودي وقت ما تحبي. بس يا بنت، وراكي ايه بكره؟ مريش حاجه. اشمعنى؟ يبقى الغسيل والتنظيف عليكي. حاضر. مش هتبطلي بقى تاخدي موبايلات منهم؟ حرام عليكي. عشان يعرفوا يناموا. انا اديتك موبايلك اخر سنه في الجامعه، ولا انت ناسيه؟ ما تيجي اخده كمان عشان تعرفي تنامي انت كمان. خش نام يا ماما. صباح على خير. بحبك على فكره. انا كمان على فكره. كولي. حاضر. انت اكيد مش هتتخانقي معايا صح؟ يعني انا متفهمه جدا ان انت طبعا قلقتي وان انت مش بتحبي دخول الاقسام، بس اكيد انا ما كانش ينفع اسكت. يعني لو على الاقل مش علشاني فعلشان خاطر البنات التانيه. وانت ايه رايك؟ رايي ان ارو اتصرفت صح الصراحه، ما كانش ينفع تسكت. وانا رايي كمان زيكم. في الاول كنت خايفه، بس بعد كده فرحت ببناتي. بناتي بمية راجل. خوفتيني. الحمد لله. ربنا يخليكي لينا يا نود. زي ما ينفعش نسكت، برضو ما ينفعش نكذب. بتكذبوا عليا يا كلاب. ما عملتش حاجه يا ماما. ايه انتوا بتضربيني يا ماما؟ بس اهدي. في ايه؟ فاكراني هبله قاعدين مرزوعين ساعتين في الكافيه مع مين؟ ما كناش قاعدين مع حد يا ماما. انت تخرسي خالص. انت يا كبيره يا كدابه. بتعلمي اخواتك ايه؟ بتعلميهم الجد؟ انا اللي خليتها تكذب، كذبت علشاني. كان عندي بروفه في مسرح الجامعه وعارفه انك طبعا اكيد مش هتوافقي، فقلت لها تنزل تستناني نروح نجيب حاجات الموبايل بتاعها، بجد مالهاش ذنب، حرام عليكي اللي بتعمليه ده. يا اخي حرمت عليكي عيشتك، برافت ايه ونيله ايه؟ حاجه بحبها ونفسي اعملها. مش هتعمليها. عايزه اعملها يا ماما. عايزه اقول لك حاجه، مفيش جامعه تاني، وانتي مفيش تمرين في قناه، انا هفرجكم. قدرتي تقدري عليه؟ لا اقدر على اكتر من كده بكتير. فضلوا ادخلوا على وقتكم، مش عايزه اشوف وشكم. جوه. عارفه انك صاحيه وسامعاني. كان نفسي ادخل اقول لك ما تزعليش مني انا اسفه، بس بجد المره دي مش عارفه اعمل كده. مش عشان ما بعرفش اتاسف زي ما انت بتقولي عليا، بس عشان انا زعلانه عليكي يا كبرتي. انا كمان كنت كبيره البيت. خالك لما كان بيعمل حاجه غلط كنت دايما داري عليه واكذب. امي الله يرحمها كانت تقولي انت ما بتحبيش اخوكي. لا انا يا ماما. تقولي اه، الحب والكذب ما يجتمعوش ابدا يا ناديه، ولا بين الاخوات ولا بين الحبايب، لان كل ما يكون عاوز يتاكد انك بتحبيه هيطلب منك تكذبي علشانه، وكل ما تحبيه اكتر كل ما الكدبه الصغيره هتكبر مع حبك ليه. بغض النظر عن اللي هعمله مع اختك، بس اللي مفرحني انها بتحبك، فضحت الكذب عشان بتحبك. اروى انا عاوزاكي زيي، عشان لو في يوم حصل لي حاجة انت اللي تعرفي تربي اخواتك. هتشعري عليك طبعا، انت هتموتي تعرفي بيقولوا ايه. اكتب عليك لو قلت لك لا. دي البكرية اطيب واحدة فيهم، بخاف عليها قوي. ربنا يطمنك عليهم ويخليكي ليهم. ربنا يخليك. حسن،
هي مراتك ماتت ازاي؟ مش مهم ماتت ازاي، بس انا ممكن اقول لك هي عاشت ازاي. عاشت بتحبني، هي بنت عمي، ابويا وامي الله يرحمهم كانوا بيحبوا بعض، فقضيت انا واخواتي طفوله كلها دلع وحنيه. انا كنت عيل لعبه شويه وبتاع بنات. ابويا زي ما كان معماري عظيم، هو اللي حبيبني في الهندسه على فكره، بس كان برضه صعيدي عظيم في نشفان الدماغ. قال لي هتتجوز بنت عمك، انت كده كده صايع ومفيش حد في حياتك، بنت عمك متعلمه وجامعيه، وانا مش هسمح لحد غريب يخش في حياتنا ويفتت ارضنا، احنا اولى بلحمنا. انا وقتها ما كنتش عندي استعداد اخسر الحياه اللي انا متعود عليها، ولا عندي استعداد اواجه ابويا. والحقيقه انا ما كانش عندي مانع اتجوزها، يعني طالما حياتي اللي انا عايشها هتفضل زي ما هي. كل الحكايه انه البيت بقى فيه واحده بتكنس وتمسح، وارجع البيت الاقي اكل جاهز وفرشتي مترتبه، وانا بقى عايش حياتي من دي لدي كل يوم مع واحده وهي ولا في دماغي. العجيب بقى انها كانت حاسه بكل ده وما اتكلمتش. اكيد مفيش ست ما بتحسش مهما كانت علاقتها بجوزها عامله ازاي. حبيبتي كانت كلمة دي تقول لي انا حامل، ولا ليه بس كده؟ تقول له في احلى من عيال في الدنيا. كان نفسها ببنت، وانا كمان برضه كان نفسي ببنت، بس كل مره يجيني ولد. هي كانت متهيألها انه لما اشوف عيالي بيكبروا حواليا هتلم. اتلميت؟ العكس، كل يوم بسوق اكتر، بجحتي زادت، هو تقريبا مش شايفها، والعيال بقوا بالنسبه لي هم، حمل وصداع، بخش البيت بقرف وبعايز اهرب تاني. ورغم كل ده ما جتش مره قالت لي طلعني. كانت عايشه على امل ان يجي يوم اقول لها بحبك. جه اليوم ده؟ رغم اني عاوز اسمع بقيه القصه، بس لو انت مش عاوز تحكي انا هحترم سكوتك. اهلا اهلا بابا، انت كنت فين؟ انا بدور عليك، احنا خسرنا الماتش بس انا صديت ضربه جزاء. اوه مصطفى، انت اللي هتحطم اسطوره الحضري. سلام على طنط نادية. ازيك يا مصطفى؟ طنط نادية مديرتي في الشغل. مديرتك ايه بس؟ بابا اهم مني في الشغل بكتير قوي. ينفع اروح اقعد تنس مع صحابي؟ ينفع طبعا. عن اذنك. اتفضل يا حبيبي. مش قلت لي ان الماتش اتاجل؟ بصراحه كنت خايف نشيل كتير، بس اول ما صديت ضربه جزاء قلت افرحك. افرح اكتر لو ما كدبتش تاني. روح لاصحابك. جميل قوي. حبيبي ده اللي ملحش يشوف امه. ماتت وهي بتولده. يومها وهما بيجهزوا اوضه العمليات، الدكتور خدنا على جنب وقال لي ان الحاله مش مستقره. دخلت لها وقفت قدامها وقلت لها متخافيش يا نهى، هتؤمنا بالسلام. لقيتها بصت لي وابتسمت. قلت لي انا دلوقتي مبسوطه حتى لو هموت، عشان شفت في عينيك نظره الحب اللي عشت سنين طويله نفسي اشوفها. ساعتها كان هان عليا ادفع عمري كله ونهت ام السلام.
ما عرفتش قيمتك غير بعد ما راحت يا نبي. وفي يا ماما؟ وابوه فين؟ معرفش، ما سالتوش. يعني ايه ما سالتيهوش؟ قعدتي معاه كل ده وما تساليهوش حاجه مهمه زي دي؟ ما جاش في دماغي يعني. عادي يا ماما، على فكره ممكن يبقى ميت. ممكن تسكتي انت وما تتحشريش؟ قعد بقى يحكي لي عن شغله في دبي. بتشتغل ايه؟ شغال رئيس تحرير في قناه اخبار هناك. يعني عايش في دبي؟ ايوه، هو اوريدي ماضي عقد. لا، واحده واحده وفهميني عدل. قعد يقول لي انت اكتر واحده انا قابلتها حسيت ان هي مناسبه بالنسبه لي، وان انا ما اتمناش احسن منك، ونفسي ان انت تقبلي ان انا اتجوزك واكمل حياتي معاكي. الله، يعني هتعيشي في دبي؟ تحفه. ممكن تسكتي شويه؟ استريحي. حلو. مش عارفه، بس انا حاسه ان انا فرحانه، يعني مرتاحه. هند، جود نايت. حاضر يا ماما، هسيبكم. قومي تعالي. وهقابل هو مامته امتى؟ مش عارفه، بس هو عايز ينجز الاسبوع ده عشان هو راجع دبي الاسبوع الجاي. ايه؟ ايه انتي؟ مش مصدقاكي. ممكن يعني امشي واسيبك؟ انا برضو مش مصدقه. ايه بقى؟ كبرتيني يا زفته. تفضلي صغيره يا نودي. هو صحيح مين حسن ده؟ وليه كنتي قاعده بتعيطي؟ واحد زميلي في الشغل، صاحب خالك، كان بيحكي لي قصه مراته. ليه؟ ماله؟ موضوع كبير، خلينا في موضوعك انت يا لوزه يا قمر. طب قولي لي ايه رايك في هيثم؟ بصراحه البنت حلو، بس هقول لك رايي لما اقابله. ماشي. تفضلي صغيره يا نودي.